مكتوب من أبي؟ إيه نعم، أبوك عايش مانو ميت مثل ما خبرتني، والمكتوب اللي معي وصل لي إياه واحد كان معه بسجن أرواد وقال له إنه يوصلكن إياه أن الله راد وفك أسره. شبك أبو شوكات؟ خلصنا أبو فيصل، شو عم تشتغل فيه؟ الله وكيلك يا أبو شوكات، أبوك عايش مو ميت. بعدين تعال هون، منو قال لك إنه أبو عصام ميت؟ لك أبو فيصل فهم علي، عم قال لك جابولنا طربوشه وشنتايته بعد ما تقوص بالغوطة، والفرنساوي أخده لحتى السوار ما يدفنوه يعملوا له قيمة. اللي عرفتوه إنه تقوص مزبوط بس ما مات، الفرنساوية أخدوه عالجوه وحطوه أسير بسجن أرواد. سكوت بقى فيصل، سكوت، هذا كلام كبير كثير. روق شوكات، روق. خود را مظبوط، هذا خطبي، هذا خطبي. لك يا رب شوكت، يستر عرضك، الموضوع لازم يضل سر، ما حدا يعرف فيه. سر؟ ليش؟ لأنه أبوك زال عرف أنه هرب من السجن، في دواسيس كبار عم يشتغلوا لصالح الفرنساوي، ورح يعرفوا أنه الخبر تسرب من السجن، وهيك أبوك رح يتعرض للخطر، وهذا ما بدنا إياه. فهمت علي؟ فهمت عليك. مشان هيك الله يرضى عليك، هذا بيضل سر بينك وبين أخوك والعيلة إذا بدك. الله أكبر، الله أكبر. أبو فيصل، مين هو القبضاي اللي جاب لك المكتوب؟ وليش ما إجا معك لحتى يسلمني المكتوب بذات نفسه؟ بهي بدك تعذرني عصام، ما رح أقدر أقول لك مين القبضاي اللي سلمني المكتوب، لأن هو ملاحة وبيخاف على حاله من الدواسيس والعوينية.